مستعجل يا حسين. أرد أشوفه. شو تشوف؟ حسين. يعني أنت بتمنى الموت على مود شوفت الحسين؟ يعني إحنا بعقيدتنا نؤمن أن الحسين هو سلطان البرزخ كما هو معروف بالتوارث. لذلك شنو ممكن أن الإنسان يطمح له في القبر غير الحسين؟ شنو يعني؟ إحنا بالدنيا الآن نشوف الدنيا ممكننا نشوف الإمام الحسين وخيره اللي ما نعرف نوصفه حقيقة. فلذلك نتمنى نشوف أو مستعجلين. يعني أنت من لحظة دخولك عندك رباطة جيش؟ نعم. ما كان بداخلك رهبة من الموت؟ أو خلينا نقول ما كان بداخلك رهبة من المكان؟ نعم. المقبرة والقبور، وكنت تحث الخطى نحو قبرك فقط من أجل رؤية الإمام الحسين. نعم. أنت شفت هاي اللافتة شو مكتوب بيها؟ أي نعم. شو مكتوب بيها؟ قراها حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتقل إلى رحمة الله تعالى. ما عندي اسم أنا طبعاً. أنا بالشارع أحياناً من أمشي يقولوا لي وين ماك حسين أسافر. ما يقولوا لي باسم. انتقل إلى رحمة الله تعالى حسين الجبري صانع المحتوى. لروحه نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. هاي اللافتة ايش تعني لك الآن من قريتها؟ يوم لابد منه. اي لابد منه. لكن هذا اليوم أسأل من الله أن يكون بالمكان اللي انعرفت فيه. يا مكان عرفت. موكب. موكب. كنت أنت صاحب الموكب لو تشتغل بموكب؟ لا أنا مو صاحب الموكب، صاحب الموكب الحسين. أنت كفيل الموكب، خادم الموكب الرئيسي لو كنت تشتغل بموكب غيرك هو؟ أنا عادة كنت في أيام الدنيا أتجول بالمواكب. ليش؟ كنت أسافر كثيراً إلى الإمام الحسين بهذه المواكب. الراية اللي رفعتوها أطول راية. نعم. شنو تعني لك رفع هاي الراية، توثيقها، وراية الإمام الحسين، راية الحزن؟ الراية قد لا تعني شيء بحد ذاتها، لكن هذه الراية حقيقة ما تعرف هي أطول راية كانت حسب ما أخبروني أصحابها. أطول راية كانت في موسم الأربعين أو في موسم عاشوراء. هذه الراية تمثل الوجود الحسين. الإمام حسين لازم يكون هو الأول. رغم محاولتك تمالك نفسك، بس أحس أكو حالة من ارتباك، من القلق داخلك. من شنو هذا جاي؟ ما أعرف يعني حقيقة. ليش مخنوق؟ ليش أنا أحب القبر لأجل الحسين، لكن القبر من أباوع له بشكل دقيق وعميق، وأباوع الأعمالي، وأباوع للمعارف اللي عندي واللي لابد أن يكون بها الشخص على الأقل، يعني الشخص الموالي أو المحب لآل البيت أو الشخص المسلم بشكل عام. فما تنسجم ذيك الرؤية مع ما أملكه أو ما فعلته بأيام الدنيا. ما تنسجم. خلي هذا الفانوس بيدك. نعم. أول مرة أسألك أنت مش عجب لابس لون أبيض؟ نعم. تجيت للمقبرة يعني أقول كنت توصل رسالة من هذا اللون؟ أنا أعتقد أنه الإمام الحسين عليه السلام موجود في البرزخ،
في كل مكان موجود قبل البرزخ. إيه؟ الإمام الحسين عليه السلام. إيه؟ ما تقدم؟ شيش تقدم؟ ما خايف؟ شرط وجود الإمام الحسين اللي إحنا نعتقد إنه وجود. شنو علاقة اللون الأبيض؟ علاقة اللون الأبيض إنه أنا ممكن أنزف إلى القبر. أعتبر إنه القبر هو مثل أيام عرسي اللي لبست فيها الأبيض بشرط وجود الحسين أو استقباله لي. شنو تذكرت يا حسين؟ استاذ احمد انا عندي عمرين. عمرين؟ نعم. عندي عمر طبيعي، عمر جسدي، اللي هو من ولادتي الى حد سنة 2020 تقريبا. والعمر الاخر هو سنتين، العمر المعنوي. منذ 2012 تقريبا بدأت الرؤية الجمالية تدخل إلى وجداني. الرؤية الجمالية جسدتها في التصوير وفي إخراج الأشياء إلى الناس. حاولت أخرج كل ما عندي، مرة في اختصاصي، مرة في ما أقرأ من كتب، مرة في تجارب اجتماعية، أحداث تصير ربما سياسية. لكن منذ 2012 إلى 2020 كان كل ما أخرجه للناس ما يأخذ صدى. بالإعلام تعرف إنه الإنسان يبحث عن الوصول، هذا أمر واقعي طبيعي لابد منه. أنا اليوم إني أريد أشتغل خلي في بالي جزء كبير من الأساسيات اللي أريدها إنه يوصل. نعم. إيه. صورت كل شيء تقريبا في المحيط اللي أنا أعرفه أو أستطيع أن أقدمه للناس. جميل. لكن المؤسف والمفرح أيضا في نفس الوقت إنه ما طلع للناس، ما أخذ صدى. بعد 2020 شنو اللي صار؟ عمرك الجديد هذا شنو اللي صار بيه؟ اللي صار بهذا عمري إنه ركزت على قضية تصوير الإمام الحسين عليه السلام خلال المواكب، قضايا العاشورائية بشكل عام. بالماضي ايضا منذ 2012 انا كنت اصور يعني في الموكب، لكن هذا كان يعني ممكن جزء جزئيه بسيطه، نعم ما مركز. يعني عندك شعور بالندم مثلا؟ مو شعور بالندم، خجل. لربما هذا كانت تصفيه او اكتساب خبره لاجل الوصول الى هذه السنتين. انت هم تندم على شيء بحياتك؟ اكيد كده. طيب الشيخ حسين الجبري احنا في لحظة صدق صح؟ نعم. انت معروف خصوصا للشباب. نعم. لك هويتك الإعلامية. نعم. عندك القدرة على الطرح، عندك القدرة على الاستقرار. نعم. كذلك عندك القدرة على السيطرة على أعصابك وإدارة الشاشة كما ترغب. أنا أشعر أن هنالك قيد الآن على لسان حسين، ربما من رهبة المكان من هذا الشيء الجديد عليه. ولكن سؤالي اللي أريد أن يكون الجواب بصراحة، هل حسين الجبر الآن يتصنع هذه المشاعر أم هي مشاعر حقيقية؟ هي حقيقية، لكن هي بيها صبغة وطابع إعلامي بشكل واقعي. نتكلم إحنا كمان هاي الحقيقة اللي أنت عايشها الآن. نعم.
واللي يبدو انه هي تأسست في رؤيتي من 2012. كأنه الإمام الحسين عليه السلام يريدك تخوض التجربة وتمتلك الخبرة وتأتي بقالب شبه متكامل وتطرح قضية الإمام للهوية الشابة، للعقلية الشابة. حاولت أن تمر على موضوعة الموت والقبر وليلة القبر في محتواك؟ الحقيقة هذا الموضوع أنا هواي أفكر به. فكر به؟ نعم أفكر. فكر به لنفسك أم للجمهور؟ لنفسي وللجمهور، لكن الحقيقة ما عملت محتويات تخص هذا الموضوع بالذات، كنت أركز دائما على الجماليات. أخرجت. تعتبر أن ما بعد الموت فيه جمال؟ يعني ممكن للمستقبل أن يكون هنالك محطة جمال لما بعد الموت في محتوى حسين الجبري؟ نعم. حسين الجبري أنت متزوج؟ استريح إن شاء الله. خليه إن شاء الله حتى تأخذ. عندك أولاد؟ إن شاء الله عندي بنت رزقت فيها يوم ميلاد الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله. ثلاث شعبان. ثلاث شعبان. شنو سميتها؟ شفق. شفق. جميل. حسين الجبري خايف عليها من الموت؟ منذ أول يوم ولادتها عملت وياها فيديو. سويت لها فيديو. وهذا الفيديو لها تذكرة. طلبت منها، اقترحت لها، أنا ما أفرض عليها، اقترحت لها أن من تكبر يعني تصير في مجال معين، وأيضا هذا المجال بجانب إعلامي أو بخدمة حسينية، وتكمل مسيرة وين ما حسين سافر. خليت هذا الفيديو في أول يوم ولادتها، صورت وياها حتى سؤال. يبقى لها للتاريخ. أنا سؤال، الموت حق؟ نعم. وممكن أن يأتي في أي لحظة؟ نعم. حسين الجبري خايف على شفق من رحيله؟ أنت خايف على بنيتك إذا متت؟ أكيد خايف. من شنو خوفك؟ الدنيا ما تتأمل، يعني الإنسان على نفسه يخاف. هل وقفت أمام شباك الحسين؟ نعم. وتكلمت معه عن هذه الليلة؟ نعم. شنو قلت؟ الطلب الأول كان أن يأتي كما هو، عندنا وارد بالروايات سلطان البرزخ. نعم. قد يأتي للصالح. هذا الطلب. أنا ما أعتبر نفسي صالح حقيقة. هذا الطلب لكني الأول. محب. محب. نعم. الطلب الثاني أن تستمر قضية وين ماكو حسين سافر إلى البرزخ. وين ماكو حسين سافر، وين ماكو حسين أغامر. نعم أغامر. هاي العبارة أجب خاطرك أن تخطها على قبرك إذا ودت؟ وعلى كفني. على كفنك؟ نعم. حضر كفن أنت؟ إن شاء الله. كتبت عليه يعني هذا؟ إلا الآن لم أكتب. آه. لكن هي موجودة في البال. تقدر تكتبها على التراب هنا هاي العبارة؟ نعم أكيد. أكيد؟ أكيد أكتب. يعني كان بخاطرك هذا الشيء أن تكتب هاي العبارة الآن؟ إيه نعم. سبحان الله. خل اكتب عبارتك. تحب تنزل بالقبر برا القبر براحتك، وين تحب تكتبها؟ شعبي منبري. نعم. موجودة في أحد القصائد. الله يحفظه إن شاء الله. من عدها استعرت. متى سمعت هذه القصيدة يا سنة؟ أنا القصيدة حقيقة ما سمعتها، لكن سمعت هذه العبارة على أحد الأشخاص، على لسان أحد أصدقائي، فلفتت انتباهي صراحة. عملت فيديو إلها، أخذ صدى هذا الفيديو، ردت. تحولت إلى هوية. نعم تحولت إلى هوية. هل صادفك محتوى ذكرك بالموت؟ أو صادفك موقف ذكرك بالموت؟ نعم. أحد السنوات تقريبا 3 سنوات أو 4 كنا موجودين في مقبرة النجف، أو قبل مقبرة النجف كنا مع أحد الأشخاص، صار موقف ما أريد أتكلم به،
لكن هو من شهدائنا الأعزاء الأجلاء. هذا الموقف حقيقة ذكرت الموت كثيرا، حتى أني بقيت تقريبا أسبوع كامل يجول في خاطري هذا الموت. تغير حالي بعدها، الموت أحيانا يحتاج من الإنسان أن يفكر به فعلا. كفى بالموت واعظا، أن يدخل الإنسان للمقبرة ويتأثر تأثير حقيقي بالموت فعلا يكون عنده واعظ، لكن أن يستمر هذا التأثير صعب. تعيش في الدنيا. أكو شخصية بحياتك من أسرتك من أقربائك من أساتذتك فقدتها تتمنى أن تلتقيها بذاك العالم؟ أنا أتمنى حقيقة أن ألتقي بالعلماء. أنا أريد شخصية مجتمعية، شخصية من أسرتك من ناسك. يعني حقيقة الكثير من الأصدقاء والقريبين علي رحلوا من هذه الدنيا، لكن هناك الكثير من الأسماء حقيقة ما أقدر أجيب هسه اسم. يعني أنت من النوع اللي يتأثر بالفقد، بالفقدان؟ أكيد أتأثر كثيرا، لكن أنا قليل الزيارة إلى المقبرة حقيقة. قليل الزيارة للمقابر، ليش؟ صراحة اللي يجي إلى المقبرة أنا جربتها قبل 4 سنوات أخبرتها، اللي يجي إلى المقبرة كحسين يعني أنا أشوف أتأثر، ما أقدر حقيقة ما أقدر، لأنه أعيش بعدها أجواء وأوضاع تخرب علي وضعي. يعني أنت لما كنت تذهب إلى المقبرة زائر لأهل القبور، نعم، من أجل أن تقرأ سورة الفاتحة، تقف على قبور أحبائك أصدقائك، نعم، تهدي لهم ثواب الفاتحة الدعاء، تعود متأثرا متألما كثيرا مشاعر، فكيف بيك لما تعود وأنت اليوم في المقبرة أمام قبرك؟ شنو راح تكون ردة الفعل؟ حقيقة أنا قبل لا أدخل كنت أخبر الأصدقاء اللي جوا وياي إنه لو شلنا الإمام الحسين عليه السلام من هذه المقبرة شنو راح يصير؟ لو شلنا فكرة وجود الإمام الحسين الآن في مخيلتنا شنو راح يكون؟ شنو راح تكون المقبرة؟ حقيقة ما أطيقها، ما أقدر أطيقها. يعني أنا الآن مرتكز على قضية وجود الإمام الحسين عليه السلام. هي اللي مولدة عندك الطمأنينة؟ هي اللي مولدة الطمأنينة حقيقة. والدك ووالدتك عايشين؟ نعم. شنو نوع علاقتك بهم؟ علاقتي جيدة لكن أنا مشاكس كثيرة. تعبتهم؟ نعم تعبتهم. شو تقولهم أمام قبرك؟ أن يسامحوني. أن يسامحوني لأنه أني في قلبي المسامحة إلى الجميع، مسامح الكل، لكن أنت مسامح الكل؟ أنا مسامح الكل لكن مو كل. أكو بحياتك شخصية ما تقدر تسامحها؟ أنا مسامح الكل لكن مو كل الناس أقدر أتواصل وياها بعد المسامحة. أحياناً التواصل أو إرجاع العلاقة مع الآخرين هو إنبات عبثية بالحياة، بمعنى إنه إحنا إنه يوسف الصديق عليه السلام من رجع إلى الملك أو من دعاء الملك ما رجع إلا باعتراف من خلاه بالسجن اللي هي زليخ. إحنا مشكلة يعني أحياناً اللي نختلف وياهم سامحهم بداخلنا لكن هم مسيئين لنا. يعني أنت ممكن أن تسامح؟ نعم ولكن لا تعود؟ لا أعود إلا باعتراف الآخر بذنبه. نعم لأجل استمرارية الحياة، الحياة لا فقط تصفع بيك وأنت ساكت راح تموت الناس، ما راح تستمر الحياة قائمة على التوازن. هذا الكلام ممكن أن ينزاح على والدك ووالدتك إذا سامحوك؟ هذا الكلام مع كل الناس إلا مع والدي ووالدتي. نعم حتى يكون الكلام واضح، لأن أنت رجل طبيعة حالك صاحب رسالة. نعم كل شيء تبوبه برسالة. نعم حتى تعاملك مع والدك مع والدتك من تحس أكثر
راح يتأثر بفقدانك، والدك لو والدتك؟ والدتي. حسين الجبري، ليش دائما أنا وأنت الآخرين نقول أمي راح تتأثر أكثر، أمي قريبة مني أكثر؟ الأم حنينة والأب حنين. أنت هم حاولت أن تعالج هذا الموضوع، تتكلم عنه؟ أنا قبل أن أنا عالج أدي رؤية عنه، أولاً قبل حتى قبل رؤيتي، وإحنا أكو أحاديث وأكو روايات مذهبنا وعقيدتنا تحث على طاعة الأم أكثر من الأب، أو على تقديم أو تفضيل طاعة الأم أكثر من الأب. هذا من الناحية الروائية أو من الناحية العقائدية اللي نمتلك. أما من الناحية الوجودية الوجدانية، فالأم هي بطبيعتها النفسية وطبيعتها الجسدية تمتلك هذا المقدار من الحنان والعاطفة، وبالتالي لابد أن يكون الابن أقرب إلها، لابد أن يعرف هذا المشاعر، يكون عنده وعي بهذه القضايا، فلذلك لابد أن يفضلها بإسناد روائي وإسناد حقيقي واقعي نفسي. من إجيتها من تواصلت وياها؟ تواصلت عليها؟ نعم، أنا كنت في شغلي في بغداد ورجعت أخبرتها، أنا منذ 5 أيام أخبرتها بالبرنامج وبالحلقة، واليوم قلت لها دعينا رايح للمقبرة، رايح الليلة الأولى. خافت هي حقيقة، خافت. خايف عليها الآن من تشاهد البرنامج؟ شوف، أكيد خايف. أنت عندك أخوان؟ نعم عندي، عندي أخ واحد أكبر منك. نعم. علاقتك بأخوك جيدة، طبيعية وجيدة. أنا وياك كنا يوم اللافتة. نعم. والآن أمام القبر. نعم. شو تتوقع إيش راح يكون وضعية أخوك لما يدق لافتك ويوقف على قبرك؟ أخي لربما أخي أكثر مشاعر مني، أكثر حب إلى آخره، لكنه قد يكون قليل التعبير، أقل مني في التعبير عن ذلك. نعم، هذا الفرق الوحيد. أيدك توقف على القبر، وجهك للقبر، أنت دخلت بالقبر عادي بعد، صارت عندك الطمأنينة والشجاعة. أنت دخلت المقبرة وفي وجدانك، بما أن الحسين سلام الله عليه هو سلطان البرزخ فهو موجود في ذلك العالم إن شاء الله موجود، وبما أنه أنت طرقت باب الحسين متوسلا به أن يكون نوره بين يديك في أول ليلة لك في القبر، هذه راية الإمام الحسين عليه السلام، كانت مبيتة في قبره الشريف. شنو تعني لك هاي الراية يا حسين؟ أكثر من مرة أعطوني راية الحسين بهالبيته، تعني لي الكثير صراحة. هذه الراية مثل ما أخبرتك بالبداية أنه هي رفعها، معناها أنه الإمام حسين مرفوع موجود. هذه الراية هي رمزية للإمام حسين، كل ما ترفع هذه الراية. أعطوك كثير من الرايات ها؟ نعم، أعطوني الكثير من الرايات، لكن هذه الراية تختلف كثيرا. شنو الاختلاف اللي بها؟ بها سكنة حسين، وأتمنى أن تدفن معي أو أن ألف بها
تلف بها. ايه توصي على ذلك ان شاء الله. ان شاء الله. يا حسين، يا ابا عبد الله حسين، هم اجى بخاطرك انه قد يكون هنالك سر ما بين تسميتك على اسم الامام الحسين عليه السلام؟ نعم، لكن لم اصل الى جواب حقيقي. لربما هناك سر لا اعلم حقيقي، لربما في هذه الليله قد ينكشف هذا السر، لا اعرف صراحه. لكن هو من الشرف ان اكون في الحياه الدنيا واسمي هو اسم الحسين عليه السلام، مشابه للحسين، وهو اسم سيد الوجود الامام الحسين. استريح حسين. حسين، انت دخلت الى المقبره ب حالة من الطمأنينة والإقدام على القبر، لأنك في داخلك شيء يوحي لك بالأمان رغم رهبة وعظمة هذا الرحيل، هذا الرحيل الذي من بعده حياة لا تنتهي. أنا أريد أتركك لحالك ما بين القبور، رايت الإمام الحسين بين يديك، رمزية هذا النور، وأنت أمام القبر، تحب تبقى قاعد، تحب توقف على قبرك وتقول آخر كلمة لك في حياتك. شنو آخر كلمة يقولها حسين الجبري لنفسه أو لعائلته أو لمتابعينه أو للناس جمعاء، مع من يتكلم وبما يتكلم حسين الجبري في آخر لحظات حياته؟ يا أبا عبد الله الحسين، تكلم مع الحسين. يا أبا عبد الله، شلون بي وسيق الواد لحسابي، وين ملئ مني المعاصي كتاب، شلون بي لو غراب مني الأجل، واخذ سمعي لموت ولساني انشكل، وظلت عيوني تدير على الاهل، تشوف فتهلي الدميع لا ينصاب. الى المرحوم السيد عبد الحسين الشرع، شلون بي يا لو قراب مني الأجل، واخذ سمعي لموت ويل تاني انشكل، ظلت عيوني تدير على الأهل، تشوف فاتهلي الدميع لا يمصاب.